بريطانيا أشعلت الموقف في الحرب الروسية الأوكرانية واتخذت قرارا بإدخال قذائف تحتوي على اليورانيوم المنظم لأوكرانيا لكي تستخدم ضد روسيا، وهذا جاء بشكل مثير بتصريحات رسمية وواضحة ودقيقة قادمة من وزيرة الدفاع البريطانية وهي أنابيل جولدي. كان هنالك سؤالا في البرلمان البريطاني وجه إلى وزيرة الدفاع البريطانية، هل سترسلون ذخائرا تحتوي على اليورانيوم المنظم بهذا الشكل كما تلاحظون، بهذا الشكل الرسمي؟ وبعدها وزيرة الدفاع البريطانية أجابت على هذا التساؤل وقالت نعم سنرسل هذه الذخائر والقذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنظم مع دبابات تشالنجر 2 البريطانية التي ستدخل قريبا إلى أوكرانيا لكي تستخدم في الحرب الروسية الأوكرانية، وقالت بأنها فعالة وستكون مفيدة للغاية. وطبعا هذا باختصار سيكون يعني أن هذه الدبابة ستدخل مع هذه القذائف التي ترونها التي تحتوي على اليورانيوم المنظم، وهذا الأمر طبعا أشعل الموقف تماما في الصحافة البريطانية بهذا الشكل منذ يوم أمس، بل إنه أشعل أيضا أعصاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فبينما كان هو مجتمعا مع الرئيس الصيني خلال زيارته طبعا إلى روسيا تحدث وقال بصريح العبارة إن تم استخدام هذه القذائف التي تنوي بريطانيا بإدخالها وفعلا بدأ تنفيذها وتطبيقها على الأرض فإننا بالنسبة لنا سنرد أيضا بأسلحة تحتوي على مواد نووية. وكانت هنالك تصريحات خطيرة جدا قادمة أيضا من وزير الدفاع الروسي الذي قال سنرد ولدينا كل القدرة للرد على هذا التصعيد، وهو تصعيد كبير من قبل الغرب تجاهنا. وحتى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال بأن هذا الأمر ستدفع ثمنه بريطانيا غاليا تماما، هم يصعدون ضدنا ولكننا سنقوم بالرد بحسب وكما يتطابق مع العقيدة النووية الروسية. وبالتالي نحن فجأة الآن مرة أخرى عدنا للحديث عن الاستخدام النووي، كنا في السابق سمعنا كثيرا عن القنبلة القذرة بأنها ستستخدم من قبل أوكرانيا، عادت أوكرانيا واتهمت روسيا والعالم أصبح في خطر بأن سيكون هنالك استخداما نوويا، كانوا روسيا يسحبون أساسا من عدد من المناطق، الأوكرانيين حققوا العديد من النتائج المهمة وتوقفت إلى هنا الأخبار. بين فترة وأخرى نعود إلى هذه المسألة، ولكن الأمر المختلف الآن بأن بريطانيا ستدخل هذه الدبابات وتدخل القذائف المخصصة التي هي طبعا مخصصة في الاستخدام في هذه الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنظم، أي أننا أمام قرار وأمام تحذير روسي وتوعد روسي في حقيقة الأمر. وبالتالي مرة أخرى قد نكون نحن أمام وأصبحنا أقرب أو قريبين جدا من الحرب النووية كما أكدت هذا الأمر وزارة الدفاع الروسية اليوم، هي التي تحدثت طبعا وهي ووزارة الخارجية الروسية عن هذه القضية. وهنالك مشكلة أيضا يجب أن ننتبه إليها بأن بريطانيا في حقيقة الأمر عندما اتخذت هذا القرار كان هنالك اعتراضا، الاعتراض من من؟ الاعتراض قادما من هذه المنظمة التي ترونها وهي منظمة حظر أو نزع السلاح، الحملة لنزع السلاح النووي البريطانية، اعترضت على ما اتخذته بريطانيا من مسألة إدخال هذه القذائف واستخدامها لأنها وجدتها بأنها ستكون خطرا على البيئة، على الصحة، على المواطنين، على الجنود، لا يجب أن يتم استخدام هذا الأمر وهذه الأسلحة كما تحدثت هذه المنظمة. بالإضافة إلى ذلك إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ثبت عن اليورانيوم المنظم بأنه يعد، وقالوا يعد اليورانيوم المنظم معدنا ثقيلا ملوثا كيميائيا وإشعاعيا، وإحدى أبرز التطبيقات لطبعا قذائف اليورانيوم المنظم هي كانت في العراق في حرب الخليج الأولى في عام 1991، قصص كثيرة يعرفها العراقيون يتحدثون عنها حتى يومنا هذا. الاستخدامات المثبتة لقذائف اليورانيوم طبعا في هذه المعركة في عام 1991 ما هو مثبت بأنه تم استخدام من 315 طنا إلى 350 طنا من الديبليتد يورانيوم طبعا وأميونيشنز وهي من القذائف اليورانيوم المنظم طبعا. وعندما نتحدث عن الطن هنا بالطن، الطن الواحد يساوي تقريبا أكثر من 907 كيلوغراما، بمعنى عندما نتحدث عن 350 طنا من اليورانيوم المنظم
هو يعني ببساطة بأننا أمام أكثر من 317 ألف كيلو جراما من اليورانيوم المنظم قد استخدمت طبعا على الداخل العراقي. وكانت هنالك تقارير من الجارديان البريطانية في عام 2014 أكدت أن هذه القذائف استخدمت بالخطأ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتها بشكل مخالف للقوانين لهذه القذائف تحديدا في إحدى المناطق التي كانت تتواجد فيها القوات العراقية آنذاك، وبالإضافة إلى المدنيين، مما يوضح خطر هذه القذائف تحديدا من اليورانيوم المنظم. وكانت هنالك حتى لقطات قد نشرت البي بي سي للجنود البريطانيين، 50 ألف جندي بريطاني كان مشاركا في حرب الخليج الأولى كما تلاحظون. وضح هذا التقرير بأنهم يرتدون هذه الأقنعة الماسكس التي ترونها، وهذا بسبب أن كانت هنالك مشكلة بدأت بريطانيا تجد فجأة تقاريرا تتحدث أن هنالك جنودا بدأوا يتعرضون لمشاكل صحية خطيرة، البعض منهم طبعا قد مات، وبدأوا يجدون بأن هنالك تأثيرا من قذائف اليورانيوم المنظم التي يستخدمها الجانب البريطاني. يعني إن الأمر ليس فقط مع العراقيين، ولكن البريطانيين بدأوا يتأثرون من عملية استخدامها وأطلاق هذه القذائف أساسا على القوات العراقية. وعلى هذا الأساس بدأوا يرتدون طبعا هذه الأقنعة وأطلقوا على هذه الحادثة في حينها متلازمة حرب الخليج، وبدأوا بعملية تحقيق كبيرة للغاية. ونتائج هذا التحقيق ظهرت بعد 30 عاما من حرب الخليج الأولى، أي أن في عام 2021 ظهرت النتائج. وأخيرا، هل كان اليورانيوم المنظم وهذه القذائف هي فعلا التي أدت إلى هذه الحالات بين صفوف الجنود البريطانيين؟ هذا التحقيق أكد بحسب ما نشرته طبعا البي بي سي بأن الأمر وما حدث للجنود البريطانيين لا علاقة لقذائف اليورانيوم المنظم بها أو باستخدام هذه الأسلحة أثناء المعارك ضد القوات العراقية، الأمر لا علاقة له أبدا. بل أنهم قالوا بأن هذا الأمر قد يكون مرتبطا، وما حدث للجنود البريطانيين مرتبط بغاز السارين أو غاز الأعصاب، بمعنى آخر أن العراق استخدم غاز الأعصاب أو غاز السارين على القوات البريطانية وظهرت عليهم هذه الأعراض. وبالتالي علميا أن الأمر بالنسبة لبريطانيا والعالم حتى هذه اللحظة أن هذه القذائف لا تتسبب لك بالكثير من المشاكل، وهذا قد يفسر لماذا بريطانيا الآن اتخذت هذا القرار بإدخال هذه الدبابات التشالنجر 2 مع صواريخ وقذائف اليورانيوم المنظم التي نتحدث عنها. ولكن سمعة هذه القذائف في العراق، في الوطن العربي، في العديد من الدول أنها خطيرة، هي ليست سهلة أبدا. ولذلك بدأت روسيا تهيئ الرأي العام بأن هنالك استخداما نوويا قادم ضدنا. ماريا زاخاروفا مثلا على سبيل المثال هي المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية كانت قد ذكرت السيناريو اليوغوسلافي، وقالت الجنود الإيطاليين كانوا قد تعرضوا لليورانيوم المنظم واشتكوا مشاكل صحية وغيرها، طالبوا بالتعويضات ولم يعوضهم أحد، وبأن هذا أمرا خطيرا. لاحظ كيف بدأت تهيئة الرأي العام للاستخدام النووي الذي قد يكون محدودا أو بقنابل تكتيكية، وهو ما طبعا ما يعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنا القدرة المرونة في استخدام النووي هذه المرة إذا ما تم فعلا استخدام هذه القذائف على أرض المعركة كما هو مقرر وكما هو من المفترض الأيام القادمة أن نراه طبعا. وبالتالي بالنسبة للقوات هذه الدبابات التي نتحدث عنها من دبابات تشالنجر 2 وغيرها، خاصة إن دخلت إلى هذه المعركة وهي تحمل هذه القذائف واتخذت طريقا، والواضح جدا أنهم سيتخذون طريقا من الهجوم قادما من خيرسون وقادما من زاباروجيا، وسيحاولون استخدام هذه الدبابات والمدرعات بالإضافة طبعا إلى دبابات أبرامز، أيضا دبابات ليوبارد الألمانية. نتحدث عن 31 دبابة من دبابات أبرامز ستدخل قريبا، بالإضافة إلى أن ليوبارد شهدنا 8 دبابات من النرويج في 48 ساعة الماضية قد دخلت إلى أرض المعركة. كل هذه البعض يرى والكثير من الخبراء يتفقون تماما أن الهجوم سيكون من زاباروجيا إلى خيرسون لكي تستعيد القوات طبعا الأوكرانية السيطرة والنفوذ على بحر آزوف الذي ترونه هنا، يقطعون الطريق، يحاولون عملية الضغط على شبه جزيرة القرم وفتح الباب من أجل السيطرة على ماريوبول والحفاظ على المواقع الخاصة لهم. وهذا طبعا سيعتبر ضربة كبيرة بالنسبة لبوتين، وهنا بوتين إذا ما شهد بأن هذه الدبابات
تستخدم في هذه المناطق، ويريدون إلحاق هزيمة كبيرة طبعا ببوتين، وهي كذلك ستكون هزيمة كبيرة لروسيا إذا ما تحقق هذا الأمر، فإن بوتين بذريعته أن هنالك استخدام قذائف نووية أو تحتوي قذائف عفوا تحتوي على مواد أو اليورانيوم المنظم، فإنه سيقوم بعملية استخدام قنابل نووية تكتيكية ليس فقط لتدمير هذه الدبابات أو ضعاف القوات الأوكرانية، وإنما السيطرة بالكامل على جميع المناطق التي يريد السيطرة عليها، وهي لوغانسك ودانييتسك وطبعا زاباروجيا وخيرسون، وإنهاء هذه المعركة. بالتالي الموقف خطر للغاية، وأساسا هنالك ما يثبت أن القوات الأوكرانية تخطط في التقدم تجاه بحر آزوف من زاباروجيا ومن خيرسون، وهذا الأمر واضح من تحركات الروس بأنفسهم، وخاصة إذا ما ذهبنا إلى هذه المنطقة المطلة طبعا على بحر آزوف، ألا وهي برديانسك، إذا ما اقتربنا منها الآن، وهي تعتبر النقطة الأولى التي سيطرت عليها القوات الروسية قبل السيطرة على ماريوبول. هنا في برديانسك إذا ما ركزنا على المطار الخاص بها وهو مطار برديانسك، وأخذنا صورة إلى اليمين قليلا لهذا المطار، كانت هنالك صورا محدثة من الأقمار الصناعية توضح أن هنالك تغيرا في هذا المطار. هذه هي الصورة قادمة من 8 يناير 2023، كما تلاحظون ليس هنالك شيئا متطابق مع ما نراه، ولكن خلال شهرين فقط، وفي 14 مارس 2023، أي هذا الشهر تماما، ظهرت الخنادق كما تلاحظون، وأن هنالك خنادقا قد ظهرت حول هذا المطار، وهنا إذا ما اقتربنا سنلاحظ بأنها خنادق موضوعة من قبل القوات الروسية، وهذا يوضح أن الروس يعلمون تماما ويهيئون، ولديهم معلومات استخبارية عسكرية بأن الأوكرانيين سيقومون بالهجوم على برديانسك للسيطرة وإعادة النفوذ الذي كانوا يتمتعون به على بحر آزوف مرة أخرى. هذا يوضح القصة كاملة مما يخطط طبعا له الأوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك أن CNN أكدت بأننا هنالك وأن هنالك هجوما أوكرانيا حقيقيا سيتم في الفترة القادمة مع اكتمال المعدات. لاحظ أن ليس هنالك مبادرة سلام ممكن أن تتحقق في ظل هذه المعلومات. أيضا زيلنسكي مفاجأة كبيرة جدا اليوم، قال بأننا سنقوم بعملية تحرير جميع أراضينا وإعادة السيطرة عليها، بل أننا أيضا سنعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم، بل إن الرجل لديه جدية كبيرة في عملية تحقيق هذا الأمر، إلى درجة ذهب إلى أكثر الجبهات سخونة، أكثر الجبهات خطورة الآن في شرق أوكرانيا تحديدا في دانييتسك، ونتحدث عن باخموت، ذهب بزيارة مفاجئة كما تم الإعلام من قبل البي بي سي وغيرها طبعا من المواقع الرسمية الدولية الموجودة، بأنه اقترب وذهب إلى منطقة قريبة من باخموت ومن خط المعارك، وزار الجنود الأوكرانيين وقام بتكريمهم، بل إن كان هنالك أساسا لقطات لزيارته طبعا ليست واضحة المنطقة التي يتواجد فيها، هو مبنى بدأ التصوير به بهذا الشكل، ولكن وكالات الأنباء أكدت بأنه ذهب إلى الجنود والمقاتلين الموجودين قرب باخموت وقام بتكريمهم وتشجيعهم، وهو يريد الاستمرار بالمعركة، هو لا يمزح أبدا في هذه المسألة، بل إن أيضا في آخر يوم وعند الوداع مع الرئيس الصيني، بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان هنالك كلاما بأننا كلما اجتمعنا سوية هذا يعني بأننا سنغير العالم، وهنالك تغيرات كبيرة تأتي بين البلدين. المشكلة بنفس هذا اليوم تحديدا عند الوداعية كان هنالك هجوما على شبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم. هنا شبه جزيرة القرم التي ترونها أكدتها أيضا العديد من الوكالات منها بارنز، وكانت هنالك لقطات كما تلاحظون من أصوات الضربات والطائرات المسيرة، ستلاحظ أن هنالك ضربة، هنا كانت هنالك لقطات لشبه جزيرة القرم والمضادات الدفاعية الموجودة الروسية هناك، وهي تتصدى لهجمات الطائرات المسيرة. الحديث من قبل الجانب الروسي تحديدا من الحاكم الموجود في شبه جزيرة القرم والجهات الأمنية بأننا أمام 3 طائرات مسيرة، لكن تبدو بأنها أكثر عندما تلاحظ اللقطات بأن هنالك ضربات، إن الأمر ليس سهلا. واضح التاريخ 22 من مارس، حتى في ثاني يوم من زيارة أو حتى بعد أقل من 8 ساعات من زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا كنا أمام أيضا هجوما، أي إن هذا هجوم أيضا تم
على جانكوي في شبه جزيرة القرم إلى شمال شبه جزيرة القرم بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت شحنة للصواريخ من نوعي كاليبر NK، وكانت لحظات أيضا صعبة يوما بعد يوم تهاجم أثناء وجود الرئيس الصيني، وبالتالي الأمور مختلفة. الرسالة الأوكرانية واضحة هنا بأننا لن نتوقف عن القتال أبدا، ولكن في نفس الوقت البيت الأبيض، نتحدث عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ألا وهو جون كيربي، وضح بأن روسيا هي أيضا تريد القيام بهجوم في حقيقة الأمر، وبأن الهجوم سيكون منطقيا بالنسبة للقوات الروسية لعدد من الأسباب. الروس يلعبون على معادلات دانييتسك أكثر من أي منطقة أخرى. هنا دانييتسك، يعني إذا ما اقتربنا من دانييتسك فالمسألة ليست مرتبطة فقط في باخموت التي نراها شيئا فشيئا قوات فاغنر تتمتع بالتقدم وتحاول تغلقها وتحاول الانتصار بها وأن الأنظار كلها هنا، لا أبدا، بل إن أيضا في منطقة أخرى إذا ما ابتعدنا قليلا هنا ألا وهي منطقة أدفييفكا التي ترونها أو أدفييفكا في حقيقة الأمر. هذه المنطقة هنالك تطورات كبيرة جدا بحسب الميليتري لاند أكدتها بأن هنالك تطورا كبيرا يأتي بالنسبة للقوات الروسية الذي قامت به بأنها بدأت تتقدم من الشمال بشكل مثير وغيرت تكتيك العمليات الذي تعمل عليه. هي أنهت مسألة التقدم إلى المدن واختراق المدن، الآن لم تعد تعمل على هذا الأمر. فهنا من هذه المنطقة ألا وهي كراسنوك ريفكا، فإنها عندما تقدمت بحسب الميليتري طبعا لاند التي تحصلت على تقارير استخبارية أوكرانية، تحدثت أن القوات الروسية وصلت إلى منطقة قريبة من ستيبوفا التي ترونها، ولكنها لم تقتحم ستيبوفا، هي قررت أن تتقدم أيضا إلى هذه المنطقة ألا وهي بيرديتشي التي ترونها طبعا، ووصلت إلى هذه النقطة التي تعتبر هي عبارة عن مرتفعات. هنا دعونا نحدث هذه الخارطة قليلا لكي نلاحظ المرتفعات الموجودة بها. لاحظ كيف تحدثت وبأننا أصبحنا أمام هذه المرتفعات، وبالتالي هم بدأوا يسيطرون على المرتفعات ويغلقون الطرق على المدن دون اقتحامها، دون استنزاف الكثير، يريدون اختصار الوقت. وبالتالي الواضح جدا بأن هذه التحركات الروسية تهدف إلى عملية الاستمرار بعدم اقتحام المدن، ولكن أغلق الطريق تماما على الأوكرانيين، وبالتالي ستكون لدي هنا سيطرة على أي إمدادات تأتي أوكرانية بأي شكل من الأشكال على سبيل المثال من هذا الاتجاه، وأيضا بأنني لدي قدرة كبيرة جدا على السيطرة أيضا على أي تحركات ممكن أن تأتي ضاربة على سبيل المثال لأجنحة القوات طبعا الروسية مثلا. الأوكرانيين يحاولون مهاجمة هذه القوات لكي لا تغلق الطريق بهذا الشكل، وبالتالي فجأة الروس بدأوا يعتمدون هذه الطريقة السريعة الفعالة التي قد تؤدي إلى الكثير من الأمور والتطورات في صالح القوات الروسية. في المقابل القوات الأوكرانية تتمتع ليس فقط في مسألة الدعم الغربي والنيتو، ولكن تتمتع بقدرات استخبارية ترى من خلالها الكثير من التفاصيل. إذا ما اتجهنا الآن إلى الشاشة لكي نلقي نظرة على إحدى الأمور والضربات التي توضح كيف هم يعرفون الكثير من التفاصيل بالنسبة للأوكرانيين، لنلقي نظرة عن هذه الضربة التي لا تأتي إلا من معلومات استخبارية كبيرة لإحدى النقاط التي تبدو من خلال الانفجار عندما تراها في منطقة مرتفعة أو منطقة عفوا يعني تأتي حقيقة ليس هنالك مبنى تراه أنت يضرب، ولكن احتراق عالي، نار عالية بهذا الشكل، توضح لك بأنك قد تكون أمام مستودع للأسلحة قد ضرب وقد استهدف. وهذه المنطقة إذا ما حاولنا أن نتأكد منها فقط لنعرف كيف تمت هذه الأمور وكيف تمت هذه الضربة، أننا عندما نذهب الآن ونتوجه إلى هذه الصورة ببساطة، الصورة واضحة تماما بالنسبة لنا. هنا ستلاحظ بأنك أمام مساحة أو مربع بهذا الشكل مفتوح واضح من الصورة واللقطة الأخيرة، أنت أمام مبنى، أمام جبل يأتي بهذا الشكل، جبلي، ليست هنالك جبال على ما يبدو على الأقل من هذه اللقطة التي نراها قريبة منها. وأيضا ستلاحظ بأنك أيضا أمام طريق يأتي بهذا الشكل، وأيضا الانفجار جاء نوعا ما قريبا من هذا الجبل، تبدو أن هنالك نقطة قريبة من هذه المنطقة، وبالتالي بيتروفيسكي هي المنطقة التي قالوا بأنها جرى بها هذا الانفجار. لا أحد يعرف بالضبط أين، ولكن إذا ما اتجهنا
إلى دانييتسك تحديدا، إلى منطقة تسيطر عليها القوات الروسية، وهذه هي بيتروفيسكي التي ترونها. يجب أن نبحث عن الجبل الآن. أولا ستلاحظ بأنك عدد من الجبال تأتي بهذا الاتجاه عندما تذهب إلى هذه النقاط وتضع بعض التدقيقات على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، ستجد أن المناطق أو بعض العلامات الموجودة هنا تتطابق تماما مع ما رأيناه، مساحة مفتوحة، مبنى، وهذه النقطة التي نراها طبعا أيضا التي كانت واضحة في الصورة. وبالتالي عندما تتوقف هنا ستلاحظ المساحة التي تحدثنا عنها المفتوحة بهذا الشكل. ودعونا نوسع هذه الصورة قليلا لكي نستفد من هذه الصورة لنأخذ صورة أوضح، وهذه هي الصورة التي نريد التركيز عليها. طبعا هذا هو مرة أخرى المساحة مفتوحة بهذا الشكل، وبأننا سنلاحظ بأننا أمام هذا المبنى مرة أخرى، وهذه هي المناطق والمستودعات الموجودة. الجبل واضح من شكله بأنه متطابق، ليس هنالك جبال بجنبه، والطريق قد لا يكون واضحا بالشكل الذي نراه الآن، و النقطة واضح جدا بأنها قد جاءت بالانفجار في هذه النقطة. وإذا ما حاولنا أن نتأكد من هذه المنطقة التي انفجرت، طبعا لنرتفع قليلا الآن بالصورة لنحاول أن نتأكد، إذا ما اتجهت الآن إلى هذه المنطقة، منطقة مفتوحة ليس هنالك شيئا واضحا، ولكن واضح أن هذه النقطة التي دمرت، يوضح أن هنالك مخزنا، مستودعا، سلاحا أو غيرها من هذه الأمور هو الذي كان موجودا وتعرض إلى هذا الاستهداف. وهذه المنطقة أساسا هي عندما تجد طبيعة السيطرة للقوات الروسية، ستجد بأن المنطقة التي تحدثنا عنها هي بيتروفيسكي طبعا، التي هي تأتي هنا في العمق تقريبا هنا بهذا الاتجاه. هذه الجبال التي كنا ننظر إليها الآن، المنطقة تقريبا تأتي في العمق بهذا الشكل في هذه المناطق التي تحدثنا عنها بالقرب من هذا الجبل. الانفجار كان بالضبط هنا، ولاحظ القوات الأوكرانية غير موجودة، هذا يعني بينهم يعرفون الكثير، يضربون الدعم اللوجستي، المخازن وغيرها لكي يتعبوك، لكي يضعفوك، وتكون أنت لست قادرا على الوصول إلى أي طريق من أجل التقدم وتحقيق التفاصيل أو تحقيق التقدم الذي تريده. لذلك معركة صعبة بالفعل.